طبعا نحن إدارة جمعية سوا في الداخل السوري نشكر منظمة الهلال الأحمر التركي على تقديمها هذه المواد لهذه المولات في مدينة إدلب. طبعا هذه الألبسة سوف تستهدف 10,000 عائلة. بسم الله، باسم الهلال الأحمر التركي نشكر جمعية سوا على ما قدمته للشعب المحتاج من الأخوة النازحين من حلب وإدلب وحمص وحماة من لباس وكسوة شتوية بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، والله يجزيهم خير ويعطيهم ألف عافية. لا 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 ما تطلع يعني.